بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد حديثنا معكم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علم الناس وعلم الدنيا كلها التواضع. اذا اردت ان تكون كبيرا في اعين الناس فعليك بالتواضع اللهم اجعلني في نفسي صغيرا وفي اعين الناس كبيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد احد ان يسر اليه حديثا اعطاه اذنه ومال براسه اليه ولا يرفع راسه صلى الله عليه وسلم الا عندما ينتهي المتكلم فاذا انتهى من حديثه رفع صلى الله عليه وسلم راسه وهذا ان دل فانما يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنه اهله اي في خدمه اهله في البيت يكون في خدمه زوجته واولاده فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء انسان غريب واراد ان يسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرفه لانه كان يجلس بين الصحابه كواحد منهم فلما تكرر هذا الموقف قالوا يا رسول الله نصنع لك مكانا مرتفعا متميزا تجلس فيه فاذا ما جاء انسان غريب عرف انك رسول الله ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض ان يتميز عن سائر الناس بل انه صلى الله عليه وسلم كان اذا تاخر في مجلس من المجالس وجاء متاخرا جلس في اخر صف كبقيه الناس كان يكون في مهنه اهله صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه انسان وراى هيبته صلى الله عليه وسلم، وراى جماله فارتعد، ارتعد من هيبته صلى الله عليه وسلم، واذ به صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويؤانسه ويقول له: هون عليك هون عليك لا ترتعد هكذا إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد أي اللحم المجفف أنا إنسان عادي إنسان طبيعي هون عليك هكذا كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كانت الأمة من إماء قريش إذا أرادت ان تقضي حاجتها اخذت بيده صلى الله عليه وسلم لانها تعلم تواضعه صلى الله عليه وسلم وتعلم انه يسعى في قضاء حوائج الضعفاء تاخذ بيده فينطلق معها حيث شاءت ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين وقد خير صلى الله عليه وسلم بين ان يكون ملكا نبيا كسليمان عليه السلام وبين ان يكون عبدا رسولا فاختار صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا رسولا اختار التواضع فمن تواضع لله رفعه الله يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه يقول عن موقف يحكي فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لا يفعله كثير من الناس سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين اضطرته الظروف ان يسجد في الماء والطين يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين وأرى أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم ما الذي دعاه اضطرته الظروف لذلك فلم يأنف ولم يستكبر لأنه طلب من الله أن يكون عبد الرسول وواجب علينا أن نقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم وأن نتواضع كتواضع النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم ارزقنا تواضعا كتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخلقنا باخلاقه وادبنا بادابه صلى الله عليه وسلم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته